نشرة الأخبار. السابعة مساء في تونس، التاسعة صباحا في القدس الشريف. هذه نشرة الأخبار نقدمها لحضراتكم من إذاعة الجمهورية التونسية، والبداية بالعناوين. رئيس الجمهورية يأذن بالشروع في إعداد نص يتعلق بإحداث صندوق للحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات. التصريح بالأحكام النهائية المتعلقة بنزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية اليوم الثلاثاء وبعد غد الخميس. وفي قطاع غزة، هجوم إسرائيلي مباغت فجر اليوم على خان يونس يفضي إلى سقوط عدد من الشهداء، والمقاومة تستبعد اتفاقا قريبا لوقف العدوان الصهيوني، وتتهم الولايات المتحدة الأمريكية بأنها هي السبب في تأخيره. مستمعينا مشاهدينا الكرام، أينما كنتم أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم. مثل أحداث صندوق للحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات وملف المناولة مثل أبرز محاور لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بقصر قرطاج برئيس الحكومة كمال المدوري. وأكد رئيس الدولة بالمناسبة أن كل مسؤول يجب أن يكون في خدمة المواطنين والمواطنات، وأن يكون قدوة في التعفف والبذل والعطاء. وعلى صعيد آخر، أذن رئيس الجمهورية بالشروع في إعداد نص يتعلق بإحداث صندوق للحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات يضمن لهن التغطية الصحية وتأمينهن ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية مع جراية تقاعد لهن. كما أكد رئيس الدولة على أن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام من قام في المدة الأخيرة باستبدال عمال المناولة، التي سيتم وضع حد نهائي لها بعمال آخرين، كما حصل ذلك على سبيل المثال الحصر بولاية سليانة، حيث تم طرد 24 عاملا من إحدى المؤسسات. هذا وأشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بقصر قرطاج على موكب أداء اليمين من قبل وزير البيئة حبيب عبيد. وكان رئيس الجمهورية قرر يوم الأحد الماضي إجراء تحوير حكومي شمل 19 وزيرا وثلاثة كتاب دولة. واجتمع رئيس الحكومة كمال المدوري مساء أمس بقصر الحكومة بالقصبة مع أعضاء الحكومة الجدد. وأكد رئيس الحكومة على ضرورة الانسجام والعمل بروح الفريق الواحد وعلى إضفاء مزيد من النجاعة على مستوى الأداء الحكومي، مشددا على أن انتظارات المواطنين تتطلب الفعل والإنجاز وتحمل المسؤولية بكل أمانة واقتدار. وأكد رئيس الحكومة على أن أولويات عمل الحكومة تتمثل أساسا في تعزيز مقومات الدولة الاجتماعية، إلى جانب توفير كافة الشروط والمقومات لتحقيق الإقلاع الاقتصادي وتحقيق نمو مستدام ومدمج قادرا على خلق فرص العمل اللائق وتوفير متطلبات بيئة عمل جاذبة ومشجعة على الاستثمار. هذا وأوصى بمواصلة فض الصعوبات التي تعيق انطلاق عدد من المشاريع العمومية والخاصة ومراجعة المنظومات القانونية والإجرائية في الغرض. حددت المحكمة الإدارية اليوم الثلاثاء وبعد غد الخميس كموعدين للتصريح بمنطوق أحكام الطور الثاني من نزاعات الترشح لرئاسية 2024. وسيتولى مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إثر ذلك المصادقة على القائمة النهائية للمترشحين المقبولين. الناطق الرسمي باسم الهيئة محمد تليل المنصري والتفاصيل. ستة مطالب مترشحين قاموا بالطعن لدى الجلسة العامة استئنافيا في قرارات الطور الابتدائي الصادرة على الدوائر الاستئنافية. الأحكام التي ستصدر تعتبر أحكام باتة ولا تخضع لأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب، على أثرها هي مباشرة مجلس الهيئة سيصادق على النتائج النهائية للمقبولين. إلى حد الآن عندنا ثلاث مترشحين بصفة نهائية وننتظر أحكام المحكمة الإدارية. في الشأن التربوي، دخل الأساتذة والمعلمون أمس في سلسلة تحركات احتجاجية جهوية تختتم بيوم غضب أمام وزارة التربية في 11 من سبتمبر القادم.
كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الأساسي نبيل الهواشي دعا وزارة التربية إلى فتح باب الحوار للتفاوض حول جملة من المسائل العالقة ومنها القطع مع التشغيل الهش. نفذت جهة ساق سواء باجة أولى التحركات الاحتجاجية التي برمجها القطاعان في إطار هيئتين إداريتين منفصلتين متمسكون بالتفاوض وأبرز المطالب الحق النقابي من خلال تفعيل أهم وسائله ونعني بذلك التفاوض، تحسين القدرة الشرائية للمعلمات والمعلمين، القطع مع التشغيل الهش. استعدادا للعودة المدرسية والجامعية، أعلن البريد التونسي أمس توفر بطاقات الدفع الإلكتروني أودينار جون بمكاتب البريد بمختلف الجهات لتمكين الطلبة من القيام بعملية التسجيل الجامعي عن بعد بالنسبة للعام الجامعي 2024-2025. كما يمكن لأصحاب المحافظ الإلكترونية ولات وبطاقات هوية استعمالها للقيام بعملية خلاص معاليم التسجيل الجامعي. هذا ويضع البريد التونسي على ذمة الطلبة مركز النداء 1828 للإحاطة بهم والرد على استفساراتهم وتقديم كافة الإيضاحات ذات الصلة بالعودة الجامعية. اقتصاديا، أكد مدير عام التعاون الاقتصادي والتجاري بوزارة التجارة الأزهر بنور أن المنطقة الحرة التجارية اللوجستية إحدى أعمدة مشروع المعبر القاري الذي يربط تونس وليبيا بخمس دول إفريقية هي مالي وتشاد وأفريقيا الوسطى والنيجر وبوركينا فاسو. أكد أنها بلغت مراحلها النهائية في انتظار البحث عن شريك استراتيجي للقيام بالتهيئات الداخلية. أصبح الممر القاري من ضمن المعابر الاستراتيجية التي يجب التعويل عليها لتنمية التبادل التجاري. العمود الأول اللي انطلقنا فيه ومقدمية فيه هو المنطقة الحرة للأنشطة التجارية واللوجستية بنقردان اللي هي تبع 10 كيلومتر فقط على المعبر. العمود الثاني إعادة تهيئة معبر راس الجير ليستجيب المعايير الدولية على مستوى احترام قواعد المكوث وكذلك قواعد انسيابية السلع وكذلك قواعد السفر. من ننساوش لمعبر راس الجير هو أكبر معبر بري في القارة الإفريقية. العمود الثالث هو أننا نفتح الطريق نحو الوصول إلى البلدان الإفريقية التي لا تطل على البحر، سنفتح لها نافذة للوصول إلى البحر الأبيض المتوسط. وإحنا وقت اللي حكينا مع المسؤولين في هذه الدول يقول لك هذا حلم تاع الأجداد متاعنا. وعن وضعية معبر راس جدير الحالية وما يرفعه أو ما يعرفه من تعطيل على مستوى الحركة التجارية، شدد مدير عام التعاون الاقتصادي والتجاري بوزارة التجارة خلال برنامج المشهد الآن على موجات الإذاعة الوطنية على أن الأمر يتعلق بجوانب تنظيمية من الجانب الليبي، وأن السلطات التونسية في تشاور وتواصل مع الجانب الليبي لفض إشكاليات المعبر. جانب تونسي ما عندنا حتى اشكال، هذه الجوانب التنظيميه عند الشقيق الليبي ما ندخلوش فيها، تعرف احنا نحترم قيادة كل الدول، احنا دائما في تشاور وفي تواصل مع الجانب الليبي لتنظيم كل هذه الجوانب على مستوى التجاره، احنا دائما نبحث على مصلحه البلدين والتجار اللي قاعدين يخدموا بين البلدين عندهم مصلحه ان الوضعيه تتحسن. على مستوى وزاره التجاره قايمين بدورنا، قاعدين نتناهلوا وقاعدين نعطيو في المعلومه للمصدرين التونسيين باش يشتغلوا بكل اريحيه على نحو السوق الليبيه. كوننا فريق مشترك تونسي ليبي لفض كل الاشكاليات على مستوى المعبر. نشره الاخبار متواصله على موجات الاذاعه الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين. في اليوم 26 بعد 300 من حرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة، واصلت سلطات الاحتلال غاراتها على القطاع ما أسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين وسقوط عدد من المصابين في قصف استهدف منزلا في مخيم خان يونس جنوبي قطاع غزة في ساعة مبكرة من فجر هذا اليوم. كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فجر اليوم عن استشهاد فلسطيني وإصابة 3 آخرين برصاص مستوطنين في قرية وادي رحال جنوب بيت لحم، فيما واصلت قوات الاحتلال اقتحاماتها لمدن وبلدات بالضفة وبعدد من الآليات من محورها الجنوبي وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع على ارتفاع منخفض. إنسانيا، أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أن الوضع في قطاع غزة كارثي وأن المساحة التي تم حصر الناس فيها في القطاع ضئيلة جدا،
في ظل تلقي مزيد من أوامر الإخلاء لعدة مناطق في جميع أنحاء قطاع غزة على مدار الأسبوعين الماضيين. يأتي ذلك فيما حذر برنامج الأغذية العالمي من أن مليوني فلسطيني بالقطاع يعانون من انعدام الأمن الغذائي، معربا عن قلقه إزاء تقليص حجم عمليات تقديم المساعدات لقطاع غزة. سياسيا، أعلن البيت الأبيض أن محادثات القاهرة المصرية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة أحرز تقدما، ومن المتوقع أن تتواصل على مستوى فرق العمل لعدة أيام على الرغم من هجوم حزب الله اللبناني على إسرائيل الأحد الماضي. في المقابل، فند نائب الأمين العام لحركة الجهاد محمد الهندي التصريحات الأمريكية المتفائلة بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، نافيا مشاركة حركة حماس باجتماعات الفرق التقنية بالقاهرة، مضيفا أن الولايات المتحدة الأمريكية هي المشكلة رغم أن مصلحة البيت الأبيض الانتخابية في الوصول إلى اتفاق يوقف الحرب ويفضي إلى صفقة تبادل للأسرى. إلى هنا نصل إلى ختام هذا الموعد الإخباري الصباحي المفصل، قدمناه لحضراتكم من إذاعة الجمهورية التونسية. إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء فيه. رئيس الجمهورية يأذن بالشروع في إعداد نص يتعلق بأحداث صندوق للحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات. التصريح بالأحكام النهائية المتعلقة بنزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية اليوم الثلاثاء وبعد غد الخميس. وفي غزة، هجوم إسرائيلي مباغت فجر اليوم على خان يونس يفضي إلى سقوط عدد من الشهداء، والمقاومة تستبعد اتفاقا قريبا لوقف العدوان الصهيوني وتتهم الولايات المتحدة بأنها هي السبب في تأخيره. يوم سعيد متواصل بعد قليل حتى 9 صباحا مع نبيل عبيد وكامل الفريق، مع أجمل تحيات مكرم الهداجي. شكرا على طيب الاهتمام والمتابعة، دمتم في رعاية الله. انتي تو